اقتراب وابتعاد ما بينكوا أكتر من مرة، جايز اتفتحت ليكوا الفرص في العلاقة دي أكتر من مرة، سواء إن انتوا تفضلوا مكملين مع بعض أو إن كل واحد فيكم يمضي في طريقه ويمشي في حاله. انتوا ليه مش عارفين تنسوا الشخص ده؟ في أغنية ما بعتلكم ليه في حضن قلت كلام معرفش أقوله تاني، متلخبطة وألف حاجة مخوفاني، أروح له ولا أسيبه ولا أفضل مكاني، مخدناش منه يا قلبي غير وجع القلب. تصدقوا الجملة دي جات لكم برضو، اللي هو أنتوا أخدتوا من الشخص ده الكسر ووجع القلب. أغنية لشيرين اسمها متاخدة من الأيام وخايفة أشوفه صدفة، أجري عليه ولا أخاف ما بقتش عارفة، أروح له ولا أسيبه أنا ما بقتش عارفة، تقريبا أو حاجة زي كده. اسمعوا الأغنية دي. ليه مش عارفين تنسوا الشخص ده أو تطلعوه من دماغكو؟ انتوا قفلتوا قوي في القصة دي، يعني قفلتوا طاقيا، قفلتوا نفسيا، قفلتوا شعوريا. أنا مش عارفة انتوا لو في حد في حياتكو تاني هتبقوا شايفين الحد التاني ولا لأ، لأن القصة دي أو الشخص ده دخل وقفل الطاقة بعده، أو أنت قفلت بعده. يعني أنتوا مش عارفين تنسوا الشخص ده ولا العلاقة دي، إن دي كانت الأمنية بتاعتكو، الحلم اللي أنتوا حلمتوا بيه، الحياة اللي أنتوا عايزينها، المشاعر اللي أنتم بحاجة إليها، التواصل الروحي اللي روحكو اتشدت قوي ليه. هي روحكو كانت مع الشخص ده قوي لآخر يوم في العمر، أو روحكم لسبب أو لآخر مش راضية تقطع الحبل اللي بينك وبين الشخص ده، وكأنه انت عارف حاجة زي كده. ولو فرضا ان العلاقة دي بالنسبة لكم منتهية، زي بتقول خلاص هي انتهت، ولكن انا هخلي الرابط اللي بيننا موجود، بس انا مش هقول لحد عليه، انا هحتفظ بيه في السر وهبقى ارجع للرابط ده من وقت للتاني، او هبقى المس الخيط اللي بيننا ده من وقت للتاني، او هستخدم الخيط ده لما احب اتواصل معاه، او لما تفتقده مثلا او تشتاق اليه. فانتوا مش عارفين تنسوا، لان ده كان بالنسبة لكم الحلم، يعني كأنكم بتقولوا هو حد ينسى هو في يوم من الايام كان نفسه يبقى ايه، او كان عاوز يوصل لايه، او قصة العشق او قصة الحب التي لا تنسى، واللي ممكن تكون بتقرؤوها في روايات رومانسية او تسمعوها او تشوفوها في دراما او في فيلم. يعني انتوا عشتوا قصة طبعت في الذاكرة بعيدة المدى عندكم، قصة حب